من سنة الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة أن العمر يمضي وينقضي، وأن الفرص تنتهي، وأن الأعمال تكمل، لكن الإنسان الذكي والإنسان السوي هو من يستفيد من هذه الفرص ومن يستفيد من هذه الأعمال إلى ما بعد هذه الأعمال وإلى ما بعد هذه الفرص. في هذه الحلقة إخواني المشاهدين أخوات المشاهدات سنتكلم عن نحن وبعد رمضان. نسمع كثيرا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. إن الفرحة الأولى الذي يمكن أن يحققها الإنسان في هذه الحياة حين يتم صيام هذا الشهر الكريم، لكن الفرحة تكون أعظم وأقدس وأجمل عندما ينوي الإنسان في حياته وبالذات في هذا الشهر الكريم في أن تتغير حياته ما بعد رمضان. يا ترى ما الذي سيحدث لنا بعد رمضان؟ تعودنا على 30 يوما أو 29 يوما في هذا الشهر الكريم من صيام وصلاة واجتماع بالأحباب ووجبة العشاء التي تلم الأسرة جميعها وضيوفها وطقوس دينية وقراءة للقرآن في هذا الشهر الكريم. فما الذي يحدث وما الذي سيحدث بعد الشهر الكريم من الأعمال؟ وهل ستستمر الحياة أم ستعود كما كانت قبل رمضان؟ يقولون الإنسان الفطن هو ذلك الذي يتعظ بغيره، وفي شهر رمضان المبارك الإنسان الفطن هو ذلك الذي يستفيد من شهر رمضان المبارك ومن هذا الدرس العظيم حتى يعدل سلوكياته وأقواله وأفعاله بعد شهر رمضان المبارك. كثيرون من الناس تراهم بعد رمضان أفعالهم وأقوالهم هي نفسها ما كان عليها قبل رمضان. هؤلاء هم حقيقة لم يستفيدوا من هذا الدرس. يا ترى ماذا استفدنا من درس رمضان المبارك إذا لم يحرك رمضان المبارك في شعورك وفي سلوكك وفي أفكارك؟ فبأي درس ستستفيد وأي مشاعر ستوقظ ضميرك؟ إنما حدث في شهر رمضان من تلاوة للقرآن وصلاة وصيام وبر بوالدين وصدقة وإطعام وإفطار كفيل لكي يعلمك أيها الإنسان ويغير حياتك لما بعد رمضان. ما تحتاجه أخي المسلم أختي المسلمة بكل بساطة هو أن تنوي من داخل قلبك بأنك تريد التغيير بعد رمضان، وأن لا يكون بعد رمضان كما هو قبل رمضان، لأن الإنسان الذي لا يستفيد من فرص حياته لن يستطيع أن يحقق شيء لنفسه ولا لمجتمعه على الإطلاق. فماذا يمكنني أنا الصائم أن أحققه بعد رمضان؟ ما يمكنني أن أحققه بعد رمضان بعد أن أنوي بذلك لله سبحانه وتعالى هو أن أجعل لي حظا وفيرا من الخير وعمل الخير حتى أستمر به، لأنه لا أدري هل سأستطيع وهل سأعيش إلى رمضان المقبل أم لا. ما يمكنني أن أحققه بعد رمضان هو أن أستمر بالعادات الحسنة التي اكتسبتها في شهر رمضان، فأن أجعل لي أياما معينة في الشهر أو في السنة أصوم بها لأتذكر روحانية هذا الشهر الكريم. كذلك أيضا أحدد لي مجموعة من الفقراء أو المساكين أعطيهم لقمة تشبع جوعهم. كذلك أيضا أن أسلك نفس الابتسامة التي كنت أبتسمها في رمضان فأجعلها دائمة فيني حتى بعد رمضان. أتذكر أخي الصائم، أتذكرين أختي الصائمة عندما كان يحدث أي مشاجرة أو أن أحدا يعنفك أو أن يحاول أن يدخلك في موقف سيء كان من داخلك وفي لسانك تقول اللهم إني صائم؟ كذلك بعد رمضان يجب أن يستمر هذا القول فيك. لماذا؟ لأنك بعد رمضان أيضا صائم، ليس صائم من الأكل والشرب، وإنما صائم من قول الزور أو مضاربة الناس أو التشاجر معهم فيما ليس له فائدة. اعلم أخي الكريم أن عملك الخير بعد رمضان هو عبارة عن مقياس
بما استفدته في شهر رمضان الكريم، يجب أن تكون قدوة في هذا الشهر وأن تتمثل السببية لنفسك. أتذكر أخي الصائم، أتذكرين أختي الصائمة عندما كنت تصوم بمفردك؟ لا أحد يعلم أنك صائم من عدمه إلا الله سبحانه وتعالى، فكنت في هذا الشهر راق في مراقبتك لله سبحانه وتعالى. كذلك بعد رمضان استمر بهذا الرقي في رقابة الله سبحانه وتعالى، في أن تراقب الله سبحانه وتعالى في أعمالك وفي أقوالك وفي أفكارك أيضا، حتى تتزن حياتك وتستمر بنفس الصفاء الروحي الذي عشته في شهر رمضان المبارك. هذا الاستمرار سيجعلك تشعر يقينا بمعنى السعادة الحقيقي، وسيجعلك تحقق الإنجازات في هذه الحياة. ما بعد رمضان ليس مختلفا عن رمضان إلا بأكل أو شرب أمتنع عنه في نهار رمضان. ما بعد رمضان يستمر الخير والعطاء. احذر أيها الكريم، واحذري أيتها الكريمة، أن تجعل نفسك من أولئك الذين يعبدون رمضان ولا يعبدون رب رمضان. كيف ذلك؟ هنالك أناس يعبدون رمضان، فتراهم فقط في رمضان يقرؤون القرآن، فقط في رمضان يصلون، فقط في رمضان يصومون، فقط في رمضان يعملون الخير، وعندما ينجلي رمضان ينقلب الميزانية تماما، فينقلبون رأسا على عقب، من صلاة إلى عدم صلاة، ومن صيام حتى إلى فحش ربما للأسف الشديد، ومن صدقة إلى أن يمسكون هذه الصدقة. احذر، اعلم أنك في هذه الحياة أنت تعبد الله سبحانه وتعالى، فهو ربك وأيضا هو رب رمضان، فاستمر بعبادتك له دائما حتى يرضى عنك وتعيش سعيدا في هذه الحياة. نحن ورمضان كان برنامجا جميلا، علمنا واستفدنا منه دروسا كثيرة في حياتنا في شهر رمضان. أيضا نحن ورمضان يعلمنا كيف نسير حياتنا حتى بعد رمضان، لتتزن ولتستقر، وليبعد عنا الله الشرور، وليقرب مننا الخير، حتى نلقاه سبحانه وتعالى وقلوبنا راضية مطمئنة، بل تحب لقاءه سبحانه وتعالى. برنامجنا نحن ورمضان، كما أنه علمنا كيف نقضي رمضان بكل روحانية وحب وسلام، كما أنه علمنا كيف نصوم رمضان وكيف نحقق السعادة فيه، وكيف نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف نبادر، وكل المواضيع التي أخذناها في برنامجنا نحن ورمضان. كذلك نحن ورمضان يدلنا على السلوكيات الصحيحة لما يجب علينا أن نسلكها في بعد رمضان، حتى نستطيع أن نحقق بذلك ما تعلمناه من دروس في هذا الشهر الكريم، وحتى نستطيع أن نصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى، وأن نحقق الإنجازات، وأن نحقق الخلافة في هذه الأرض، وأن نعبد الله لأنه ربي ورب رمضان ورب الشهور كلها، وليس فقط أن نعبد رمضان كما يعمل كثير من الناس. إنما سيحدث لك بعد رمضان من أعمال خيرة، ومن صدقات، ومما تسلكه في حياتك، مما تعلمته في الشهر الكريم، سيجعلك تشعر برضا داخلي. هذا الشعور يجعلك أيضا تشعر بالسعادة، حتى تشعر برضا الله سبحانه وتعالى، لتحقق الهدف الأسمى من وجودك في هذه الحياة، أن يكون ربنا سبحانه وتعالى راضي عنك، وأن يدخلك جناته، فتكون سعيدا في حياتك وفي آخرتك.